تشاهدون الآن برنامجاً عن أحدث سلاح روسي. موضوع هذا البرنامج هو أحدث التكنولوجيات المتعلقة باستخدام السلاح النووي. لنتخيل هذا الموقف. يتحرك رتل في مسيره، وفي قوام هذا الرتل شاحنة تحمل على متنها صاروخاً نووياً. هذه الحمولة تتطلب حماية خاصة، لذا يتقدم الرتل طابور إضافي من العربات المدرعة. ولكن ماذا لو ظهرت في الطريق الذي يسلكه هذا الرتل مجموعة مخربين زراعة الألغام في طريقه؟ ولمعالجة حالة كهذه بالذات ظهرت هذه المركبة التي ترونها، مركبة إبطال مفعول الألغام عن بعد هذه، واسمها ليستفا. تفجير مركبة هو أمر مريع، ليس مهماً أن تكون سيارة عادية أم مدرعة عسكرية، فالنتيجة ستكون واحدة، وهي كرة من اللهب وقطع من الحديد. الآن تصوروا ماذا سيحدث لو طارت في الهواء شاحنة تحمل الصاروخ باليستياً عابرة للقارات. سيحدث جحيم. للحماية من مثل هذا الهجوم تم صنع جهاز نزع الألغام عن بعد، وهو يقف على رأس قائمة حراس أمن الموكب النووي. من أجل تصميم دبابة أو طائرة جديدة تكفي دراسة النماذج الموجودة، بيد أن مثل هذا النموذج الأولي لم يكن موجوداً بالنسبة إلى آلية ليستفا، ولهذا بالذات صمم المهندسون النوويون هذه الآلية التي تبدو وكأنها جاءت من سلاح الهندسة، لكن مصممي صواريخ بولافا وتوبول ويارس هم الذين وضعوا تصميم بطلتنا. هذه اللقطات هي حصرية بالفعل. مقاطعة نوفوسيبيرسك تحت جنح الظلام تنطلق صواريخ يارس الشهيرة في مسيرها. يمضي الرتل إلى الغابة. لا يحق لنا إظهار الطابور بأكمله، ولا يسمحون لنا إلا في صباح اليوم التالي بالاقتراب من المركبات التي سارت ليلة أمس في مقدمة الرتل النووي. نحن نرى كيف تأخذ مركبة ليستفا موقعها. ما الذي يجب أن نراه الآن؟ سنرى الآن عمل هذه الوحدة للكشف عن المواد القابلة للانفجار وإبطال مفعولها وتدميرها. هذا يعني أن الهوائي يعمل في هذه اللحظة. سمع صوت الطلقة الأولى، وأدى ذلك حتى إلى سقوط الشجرة. هذا من عمل ليستفا. بدأت بتفجير المواد المتفجرة، أي كفرن ميكروويف قوي. كل شيء صحيح. الشعاع أخمدها الآن. إنها بادرت بالتفجير. بعد التفجير التدريبي الأول دوى صوت الثاني ثم الثالث، كأن مركبة ليستفا لا تلاحظها وتواصل سيرها. المهم أنها تواصل خلال تقدمها العثور على الألغام وتفجيرها. هيا نوضح كيف يجري هذا. الهوائي الكبير المنصوب على سطح المركبة يعمل في نطاق إشعاع الترددات العالية، وسيتم بشعاع الميكروويف إحراق جميع الألغام ذات الحشوات الإلكترونية. مثلما يحترق الموبايل في فرن الميكروويف العادي، أو المنبه الإلكتروني. نعترف على الفور بأن الهوائي كان لا يعمل أثناء تصويرنا، وإلا ما كان بإمكاننا أن نتجول بمثل هذا الهدوء أمامه، ولا أحرقنا إشعاع الميكروويف مثلما يجري هكذا في الميكروويف. الآن انتبهوا، ترون لقطات حصرية لعمل مركبة ليستفا في ظروف تقترب إلى الحد الأقصى من الظروف القتالية. الآن كل شيء حقيقي، الألغام حقيقية، وهوائي الميكروويف يعمل بكامل طاقته، ومن الواضح أنه لا يمكن رؤية أي إشعاع. لكن من المفهوم ماذا تصنع ليستفا ضد الألغام. يتعالى الدخان من العبوات المزروعة وتحترق.
مركبة نزع الألغام كالغواصة تتألف من مقصورات. مكان السائق في المقصورة الأولى وإلى جانبه أمير الآلية. في المقصورة الثالثة اثنان من خبراء الألغام. لاحظوا أن هذين الخبيرين يرتديان ملابس خاصة ويحملان في أيديهما أجهزة الكشف عن المعادن، بيد أن الأكثر إثارة للاهتمام هو الشخص الموجود في المقصورة الثانية المشغل. أرجوك الخروج، انتبهوا إلى هذه البدلة غير العادية. ما هذا؟ انظروا إلى البدلة. هذه بدلة حماية خاصة مخصصة لحماية الإنسان من الإشعاع الكهرومغناطيسي. الوظيفة الرئيسة للبدلة هي تغطية الجسم، ويتضمن الطقم بدلة عمل واقية تغلق بمحبسي سحاب، ومن الضروري إدخال القفازات تحت الأكمام، وهناك خوذة واقية أيضاً. قد يبدو من الجانب أن لدي هنا قناعا من الزجاج أو البلاستيك، ولكن لا، هنا توجد شبكة شفافة عادية مماثلة بالضبط لشبكة الحماية من البعوض، باستثناء شيء واحد هو أن خيوطها معدنية. شاهدت كيف ارتديت البدلة، هل قمت بكل شيء بشكل صحيح؟ نعم، لقد فعلت كل شيء بشكل صحيح، غير أن البدلة لن تنفذ مهمتها بشكل كامل، إذ إنك لم ترتدي الجوارب، وعندما يرتدي خبير الألغام طقم البدلة بأكمله يسمح له بالعمل في منطقة فعالية الهوائي حتى عندما ينبعث إشعاع النبضة الكهرومغناطيسية. أي أنك إذا دخلت بهذه البدلة في جهاز ميكروويف ضخم فهي تنقذك. ترى لما لا يرتدي طاقم ليستفا مثل هذه البدلات؟ كل الطاقم، نوضح ذلك، لا يحتاج إلى الحماية من الميكروويف إلا من يعمل في الخارج، ولا داعي للقلق، فنوافذها مغطاة بشبكات تقلص النبضة الكهرومغناطيسية، والأبواب ألصقت عليها مشابك نحاسية. أي علينا التوصل إلى سد الميكروويف التام، أليس كذلك؟ نعم، نحن نرى أن على الأبواب أيضاً صفائح نحاسية، وإذا لم يكن لدينا اتصال تام فإن جهاز الميكروويف لن يعمل. لولا منظومة الصواريخ يارس المتنقلة لما كان هناك وجود لجهاز ليستفا، وإذا سمينا الأشياء بمسمياتها فيارس هي صاروخ نووي على عجلات. كنا نود بالطبع أن تخرج هذه الشاحنة الضخمة إلى الخارج لتصويرها، ولكنها لا تأتي إلينا، نحن من يجب أن يذهب إليها، فهي لا تأتي إلى أحد كما ترون. لن يقول لك أحد كم عدد هذه الصواريخ المنتشرة في روسيا، كما لن يقول أحد أين تقع. نستطيع فقط أن نؤكد أن هذا المرآب بالذات يعود إلى نفس فرقة غلوخوفسكايا لقوات الصواريخ الاستراتيجية في نوفوسيبيرسك. الطقس عموماً في سيبيريا بارد، لكن هذا المرآب يبدو أبرد. أول شيء يلفت النظر هو طلاء يارس الغريب. هناك طلاء غير عادي عندكم، إنه خشن. عند التعرض للنيران المباشرة يخمد هذا طلاء النار ويوقف مفعول اللهيب المباشر كليا. هل يمكن الصعود بلا ترخيص؟ يمكن. حسنا، سأدخل لأتدفأ. المكان دافئ حقا هنا. لم يكن هناك أي مرائب في أواسط القرن العشرين، وظلت الأسلحة المرابطة في الصوامع فترة طويلة الجزء البري الأهم في الثالوث النووي. كانت كل قاعدة جوفية من هذا النوع في الاتحاد السوفيتي سرية ومموهة، غير أن أقمار التجسس الصناعية القادرة على رصد الأرض ظهرت في أواخر القرن الماضي في الفضاء. نحن نعي طبعاً أن هذه الصوامع محمية على نحو مأمون، لكن مواقعها معلومة، وهذا ما لا يمكن قوله عن المنظومات المتنقلة. لذا من أجل استعادة التكافؤ الاستراتيجي بالذات، قرر مصممون جعل الصواريخ العابرة للقارات متنقلة. هكذا ظهرت في الثمانينات منظومة صواريخ توبول، وكانت ميزتها هي المفاجأة وتعذر التكهن بها، وكان من الممكن أن يظهر توبول في أي غابة. الآن صواريخ يارس تحل محلها، فما هو الفرق بين توبول ويارس؟ لا يتحدثون في قوات الصواريخ الاستراتيجية عن ذلك، رغماً عن أن كل شيء واضح، فيارس هي توبول، لكنها أفضل وتنطلق أسرع.
الشيء الأكثر إثارة في هذه الآلية هو مكان المشغل، غير أن الدخول إلى هناك محظور علينا، لذا سنشاهد مقصورة السائق. القيادة هنا كما في السيارة العادية، هناك صندوق أوتوماتيكي، دواستان للبنزين والفرامل ونظام دفع رباعي، إضافة إلى ارتباط جميع محاور الآلية الثمانية بالمحرك بشكل دائم، فهذه المحاور دوارة أيضاً، وهو اختلاف آخر يميزها عن تابول. لو ركبنا الشاحنة الآن وقدناها بلا توقف ومن دون تزويدها بوقود إضافي، ما المسافة التي ستقطعها؟ سنقطع مسافة تعادل المسافة بين نوفي سيبيرسك وكيميروا. إنها مسافة بعيدة بمثل هذا العدد من العجلات وهذا الوزن. لكن أهم شيء هو أن السائق الميكانيكي يخضع للفحص كالطيار المقاتل، يخضع للمعاينة الطبية وينام حتما 8 ساعات قبل بدء المسير. يتبعون هذا النهج أيضا مع من يقود مركبة إبطال مفعول الألغام عن بعد ليستفا. ونكشف سرا آخر لهذه الآلية، فالميكروويف ليس سلاحها الوحيد. النقطة الثانية هي مولد النبضات الكهرومغناطيسية ذات نطاق الترددات فائق العرض، وهو خلافا للميكروويف يؤثر في الإشارات اللاسلكية. هل نتحدث عن هذا؟ نعم، نتحدث عن هذا الصندوق الذي يعالج إشارة معينة، يتم بواسطتها تحريض المادة المتفجرة ويعطي بالتالي إشارة لنصف الذخيرة. تعرفون جميعا كيف تعمل أنظمة إنذار السيارات، مثلا من أجل فتح سيارة الجيب السوداء، هذه يجب الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد، أي إعطاء إشارة لاسلكية. ومن أجل فتح هذه السيارة البيضاء يتطلب الأمر إشارة أيضا، ولكن على تردد آخر. وهلم جرى، لكل سيارة ترددها، ووفقا لهذا المبدأ أيضا تعمل المواد المتفجرة عن بعد. بالمناسبة يستخدم الإرهابيون هذا الجهاز بالذات. الآن تصوروا أن هذه السيارة هي عربة ليستفا بالذات، وأنها تدخل إلى موقف السيارات، وفي العربة يعمل مولد إشارات ذات نطاق فائق العرض، حيث ستنطلق أصوات جميع السيارات التي ستمر بها ليستفا. ولو كان هناك متفجرات لانفجرت. ستسأل، وماذا عن طاقم ليستفا؟ فالآلية ستتعرض في هذه الحالة للشظايا. هذا صحيح، لكن المصممين أخذوا هذا أيضاً في الحسبان، فليستفا مدرعة. وهكذا بعد أن ركبنا فيها نتحرك إلى ميدان تجارب الأسلحة. خلال سيرنا في المدينة الصغيرة تمر بنا بسرعة السيارات المدنية، والجميع مندهش. نواصل حديثنا عن مركبة إبطال مفعول الألغام عن بعد ليستفا. إن أهم جهاز هنا هو جهاز التحكم بجهاز الميكروويف، إنه يتحكم بهوائي الميكروويف المنصوب على السطح. لو شغلنا هذا الهوائي خلال سير السيارات لأوقفنا الحركة في المدينة بمجرد الضغط على الزر، وستكون طاقة إشعاع الميكروويف كافية لإذابة الإلكترونيات في أي سيارة عابرة. وهكذا نصل خلال حديثنا عن الموجات والنبضات إلى مكان التجارب، لكن مشكلة تبرز هنا، ففي هذا المكان هناك معدات يمنع إظهارها، ويدهشنا الضباط من جديد بإبداعهم. فالعاملون في التلفزيون يعرفون ماذا يعملون بالصورة غير المرغوب فيها، يموهونها. أما خبراء الصواريخ فلديهم إمكانات أخرى، فهم يغطون كل المنطقة بالدخان، ما يمنع الهدف والرؤية عن أي شيء. تلقينا هذا العام محطة التعبئة الأوتوماتيكية ARS-14، وبها نستطيع حجب أي معبر أو موقع لقوتنا وحركة الأرتال وأي شيء آخر. تبدأ الآلية بنفث الدخان، ويبدو من الجانب أن أنبوبها يكون سحباً عالية الكثافة.
أي الدخان يرتفع إلى الأعلى. تقف بين الأشجار وتتكون فوقنا حصيرة من الهباء الجوي نستطيع تحتها أن نقوم بالأعمال التي نحتاج إليها. نطمئن القلقين على البيئة في منطقتنا بأن الدخان غير مضر بالمرة، ومن الممكن كما ترون أن نتنفسه، لكن لا يمكن الرؤية من خلاله. دعنا الآن نضيء قليلاً لكي نتمكن ولو بشكل ما أن نعرف أين نحن، فكثافة الدخان شديدة. كم من الوقت تستطيع الآلية نفث الدخان؟ ساعة، ثم يجب التزود بالوقود ونواصل السير. أي إن كان الوقود كثيراً فتستطيعون نفث الدخان بلا توقف؟ نعم. يتقدم الرتل ويرى جيداً هذا التنقل كله من فوق، وترتفع الطائرات المسيرة إلى الأعلى قبل خروج هذا الرتل، وهناك مجموعة خاصة من مشغلي قوات الصواريخ الاستراتيجية تطلق الطائرات. هكذا يبدو الإعداد لإطلاق هذه الطائرة العسكرية المسيرة. تتوجه مدرعة إلى الحقل ويفرغون منها صناديق مليئة بالمعدات، ويخرجون من الصناديق جهاز إطلاق الطائرات. نطلب الآن من مشغل منظومة الطيران المسير الخروج إلى الخارج. لاحظوا أن وجوه المشغلين في قوات الصواريخ الاستراتيجية يجب أن تكون حتماً مغطاة، وبشكل عام أنتم تعملون من حيث المبدأ بشكل مستقل عن المدرعة؟ نعم، لسنا مرتبطين على الإطلاق بالمدرعة، ويمكننا أن نعمل على حد سواء مع مجموعتها وبشكل منفصل عنها. نقوم بالتجميع. قبل أن تتخذ يارس موقعها، هناك طائرة مسيرة تتأكد من غياب المخربين. يقوم المشغلون بالاستعدادات الأخيرة وبتحديد الإحداثيات. ارفع الغطاء واضغط على الزر للمرة الثانية. ضخ الهواء في جهاز الإطلاق. أقلعت الطائرة المسيرة وستواصل تحليقها في الساعات القليلة المقبلة، وستصور هنا الفضاء فوق وحدة الصواريخ الاستراتيجية في نوفوسيبيرسك. ها نحن نرى اللقطات الأولى هنا على الشاشة. هكذا تبدأ تحت رقابة الطائرات المسيرة مرحلة أخرى من مراحل التدريبات العسكرية. هذه المرة نتدرب على مهاجمة طابور مخربين. جرى عندنا تفجير إحدى ناقلات الجنود المدرعة، فالثانية. التفجيرات مستمرة. يدمر عمل مجموعة الاستطلاع التخريبية هذا أول وآخر سيارة في الدورية المتقدمة، وتبدأ المجموعة بإطلاق النار على هذا الرتل، علما بأن الجنود الذين يحرسون مرافقي الرتل يبدأون بالعمل ضد تشكيلات الاستطلاع التخريبية ويطلقون الدخان ويترجلون. في هذه اللحظة يقفز رماة الرشاشات من المدرعة ويطلقون النار على العدو. أما وظيفة جنود الاستطلاع فهي محاصرة مجموعة المهاجمين والقضاء عليها. لا يحق للرتل أن يبقى في مكان واحد لمدة طويلة، لا سيما أن حمولته الرئيسة هي الصواريخ البالستية. في غضون ذلك يتلبد مرجنا في الغابة بدخان كثيف، كأن الجنود الآن يقاتلون في الضباب ولا يرى عبره غير ومضات النار. عندما تتوجه منظومة الصواريخ الاستراتيجية يارس في مهمة قتالية تغطيها من جهة الطائرات المسيرة، وهي تتفقد المكان من الأعلى وتتدبر المدرعة الاستفاء أمر المتفجرات في الأرض، ما هو دور وحدتكم؟ تقوم الكتيبة بحراسة مراكز قيادة أهداف الفرقة المهمة وحمايتها، بما في ذلك مرافقة الأرتال ذات الحمولات الخطرة، وهذا ما نراه الآن. أخيراً يتوقف إطلاق النار، نفذت المهمة وقضي على المخربين الأعداء، ويستطيع الرتل المضي قدماً، والمهم أن يارس يستطيع بدء عمله مباشرة من هذه الغابة من أي نقطة فيها.
هكذا سيبدو الإطلاق من الغابة، وهكذا ينطلق الصاروخ من القاعدة تحت الأرض. في كلتا الحالتين بحر من اللهب والدخان، ويبدو من الجانب أن هذا الصاروخ ليس باليستياً بل فضائياً. الفرق أنهم يذهبون بجميع المراقبين إلى ملجأ محصن تحت الأرض في لحظة إطلاق الصاروخ الفضائي، أما هنا فيستطيع خبراء الصواريخ انتظار الإطلاق في مقصورتهم. صمم الصاروخ يارس في معهد الهندسة الحرارية في موسكو، والذي صممت فيه أيضاً في الثمانينات منظومات الصواريخ المشهورة تابول، أما في زماننا فصممت فيه منظومات بولافا التي تزود بها غواصات مشروع بوري. في الواقع جميع صواريخ تابول وبولافا إضافة إلى يارس لها تركيب واحد وتختلف فقط بدرجة التعديل. هذه ممارسة عادية عندما يجري تصميم الأسلحة الجديدة اعتماداً على الخبرة القديمة. أما بالنسبة إلى ليستفا فلم يكن لدى الخبراء النوويين مثل هذه الدعامة، وسبق أن قلنا إن تصميمها بدأ من الصفر. أمن المعقول ألا يوجد مثيل لهذا الجهاز في الغرب؟ ظهر عند الأمريكيين عربة من هذا النمط، لكنها ليست كهذه، وقد استخدمت في العراق وكانت مجهزة بجيورادار. إنها كانت تكشف عن الألغام، لكنها لم تكن تدمرها، كانت تكتشفها فقط. ليستفا آلية فريدة من نوعها، وهي ستصبح قريباً أكثر قدرة. المهم أنها يمكن أن تصبح متعددة الاستعمالات، فآلية إبطال مفعول الألغام عن بعد مطلوبة، ليس لخبراء الصواريخ فقط وليس في روسيا فقط. لنتصور الوضع التالي: طريق وغابة وسيارتك على الطريق، وهنا يوجد في هذا الطريق لغم مضاد للدبابات، يجلس تحت الشجرة إرهابي مع عبوة ناسفة بدائية الصنع، وهنا اللغم المضاد للدبابات، وفي مكان ما حقل ألغام ضد المشاة. كيف ستعمل آلية ليستفا في هذه الحالة؟ إنها تمسح المنطقة خلال حركتها، أي أنها تمسح المواقع ليس فقط على الطريق بل وخارجها أيضا لمسافة عدة عشرات من الأمتار. لهذا فإنها ستدمر الألغام مثل هذه، أي تبطل مفعولها، وهكذا في الأمام أيضا. ما كان مرسوما على اللوحة ننفذه الآن على طريق الغابة الحقيقي. يضع خبراء الألغام ذخائر تدريبية. حان الوقت لنعرض عنصرا مهما آخر من جهاز إزالة الألغام عن بعد. انتبه إلى هذه القرون في مقدمة الآلية، إنها كاشفة ألغام، وليس من الصعب الإدراك أنها ضرورية للبحث عن الألغام، للكشف عنها فقط. وفور العثور على الألغام يعطي كاشف الألغام إشارة مباشرة إلى الطاقم، وتتوقف مركبة ليستفا تلقائيا، وينخرط في العملية أفراد المقصورة الثالثة، ويبدأ التعامل مع تلك الألغام بالمرحلة اللاحقة. لدى كل خبير في الألغام، إضافة إلى أجهزة الكشف عن الألغام والآلات الأوتوماتيكية، نظام شخصي للحرب الإلكترونية اللاسلكية، وهو لكتم الضجيج والقيام بالتشويش اللاسلكي أيضاً. هذا مثلاً عنصر من عناصر الحرب الإلكترونية؟ بعبارة أخرى إنها محطة لاسلكية لكنها لا تبث العناصر بل تخمدها. إذا كانت العبوة موجهة لاسلكياً فإن المحطة تقيم ستار تشويش ولا تسمح بتفجير الشحنة. لكن خبراء الألغام بالذات هم من يحدث هذه التشويشات الإلكترونية، صحيح؟ إنها توجد على ظهر خبير الألغام وتساعده على العمل. أي أن هذا الجهاز يجهض الإشارة التي يريد الإرهابي مثلاً إرسالها من هاتفه إلى العبوة الناسفة خلال عمل خبير الألغام. تجرى الاتصالات بين خبراء الألغام والقائد عبر الهواتف التي على رؤوسهم، وتوضع الخوذة على الرأس وتوصل بالمخبس. وهل نقيم الاتصال بين أفراد الطاقم جميعاً؟ يستطيع القائد طبعاً أن يتحدث مع أي فرد من أفراد الطاقم. برافو.
نتحرك الآن في دوريات على طريق الغابة، وسرعة الحركة تتراوح بين 10 كيلومترات و15 في الساعة، وذلك على الرغم من أن سرعة المركبة يمكن أن تصل إلى 60 كيلومتراً، لكن سرعتها أثناء إبطال مفعول الألغام كما نعرف لا تزيد عن 40، ولا نحتاج أكثر. ها قد وقع انفجار الآن، ما الذي نريد إظهاره؟ في الوقت الذي نحن فيه الآن في الآلية وقع انفجار خارجاً، لكن لم نشعر به، وهذا يدل على أن العربة المدرعة من جميع جوانبها مدرعة، أي أنها آمنة بشكل كلي لكل الموجودين داخلها. لننظر إلى الانفجار مرة أخرى. على الرغم من أن هذا الانفجار لم يكن قتالياً، إلا أن قوته كانت كافية لإسقاط شجرة. هذه الشجرة تسقط على بعد عدة أمتار من المدرعة، غير أنك لا تشعر بأي اهتزاز في الداخل. هذا مذهل. هكذا يبدو هذا من الخارج. تطاير الثلج بسبب الانفجار وغطى المدرعة بطبقة رقيقة. كانت هذه مركبة إبطال مفعول الألغام عن بعد ليستفا، وهي أول جهاز في العالم من هذا النوع. يقال إن الغرب بدأ بدراسة هذا الجهاز الروسي الجديد، ولكن وكما يؤكد مصممو ليستفا، أي جهاز آخر بغض النظر عمن سيصممه سيكون تكراراً لجهازنا بهذا الشكل أو ذاك. وقصب السبق في هذه المسألة أحرزته روسيا. أما في روسيا فقد أحرزته قوات الصواريخ الاستراتيجية.